لا تخلو المائدة الرمضانية من الطرش والمخللات والتي تعد مكملة للطعام خلال فترة الفطور. كيف تبدو الأجواء في دهوك؟ دعونا نتابع ماذا أعدت لنا ثرايا. يشتهر الطرش العراقي بتنوع نكهاته وتعدد أصنافه من حيث الخلطات والتوابل وأنواع الخل المحلي المستخدم فيه. وفي محافظة دهوك يقبل الناس بشكل عام على شراء الطرش باعتباره صنفا أساسيا على مائدة الإفطار خلال شهر رمضان، ويسعى أصحاب محال الطرش إلى توفير كافة الأنواع المطلوبة من قبل المواطنين في هذا الشهر الكريم. أنا بس الزيتون عندنا تقريبا هذا يجينا من تركيا، من مصر، من فلسطين، نعم كله محلي. نعم عندنا الترعوز، الخيار، اللهان، القرنبيط، الفليفلة الحادة والحلوة والخشنة، كلها يعني عراقية هذه 100%. نشوف قبل قليل سويتوا خلطات بها أنواع البهارات، أنواع الزيوت. طبعا هي شنو عندنا الزلطة، عندنا زلطة بتمر الهند، وعندنا بالبرتقال، عندنا وعندنا بالرمان. هي تشمل اشني الخيار وثوم عجم، يعني خلطة يعني. ومفتحني يعني قبل ما يصير رمضان اقبال مضبوط وطيب، والطرشي مالنا مميز الحمد لله بالنكهة الموصلية والبهارات والاطعام، زائدا الجوز، زائدا اللوبيا، المدبس، الرمان، الحامض، الدبس رمان ايضا. وحرصا على سلامة المواطنين من فيروس كورونا، فقد اتخذ أصحاب هذه المحال كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لراحة الزبائن ولأجل السلامة العامة. رمضان كريم علينا وعليكم إن شاء الله وعلى الأمة الإسلامية. قبل ما ندخل شهر رمضان شفنا من الضروري أن نتخذ بعض الإجراءات الوقائية لسلامة الناس. مثلا حطينا حواجز حتى نبعد، حتى لا يكون هناك يعني ازدحامات، وإيهاي يكون مسافة ما بين المشتريا اللي يدخلون، بحيث انه حطينا لافتات انه لا يزيد عن نفرين مشترين اثنين يدخلون الى المحل. هذا شيء لسلامتهم طبعا. طبعا هي واحدة من هاي الاجراءات السلامة انه العمال اللي يسوون طرشي ويصبون طرشي ما يتعاملون بالفلوس، الفلوس الها عامل خاص إلا هو المحاسب، هو اللي ياخذها من العالم. وهاي هذا واحدة من هاي الاجراءات السلامة اللي قررنا انه نتخذها. انا زبون جاي من هاي اشتري طرشي، اول شيء رمضان مبارك على الجميع، ودائما اجي على هذا الطرشي النظيف وبيها نكهة من اهل الموصل. الطرشي والمخللات العراقية تبقى لها مساحتها على سفرة الإفطار في شهر رمضان المبارك. سرايات لبرنامج صباح رمضان دهوك.